تسمى ما شاء الله انت امراه جميله ويا قلت لك عطيني من واحد لعشرة شحال تقيمك لجمالك؟ والجمال ما غاديش ما يمكنش قيم راسك. بغض النظر على الناس كيفاش كيشوفوك، ابتسام كيفاش كتشوف راسها كامراه جميله؟ انا كنشوف راسي امراه مقبوله، كنشوف راسي بان ربي عطاني واحد شويه من يعني ماشي شويه، كنحمدو وكنشكرو على النعمه ديالو، ولكن كنشوف راسي ان يعني الخلق ديالي زوين، يعني الخلقه ديالي الحمد لله زوينه. باش نقيمها في العدد شويه صعيب. تعد العشرة 10 على 10 صعيبه. باش تبغي راسك راه تقول 10 على 10، يعني الا كنتي متاكد من ان الله سبحانه وتعالى عطاك واحد النعمه نقولوا 10 على 10 الحمد لله. كنظن ان احنا خصنا كلنا نقولوا على راسنا عشرة على عشرة. الحمد لله هذا ما كاينيش، انا ما عنديش دي ديفو صغيورين وعارفاهم انا وعارفينهم اللي قرابين ليا، اكيد كلنا هذا الخلق ديال الله سبحانه وتعالى وكاينين، واي امراه فهي جميله تماما، اي امراه فهي جميله بخلقها بتصرفاتها بقلبها بروحها وما كاينش خيوبها، كاين الاهتمام، كاين الاهتمام بالذات، يعني اي حاجه عطاها لك الله اهتمي بالروح ديالك، اهتمي براسك. داكشي كينعكس على 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 كينعكس على على فوالا على المظهر ديالك. انا بغيت كل مرة تقول على راسها 10 على 10 لان بعيوبنا وبالنواقص ديالنا احنا كاملات. كاملات الحمد لله، احنا كاملات. وكيف ما قلتي يعني لا حب الذات اللي كنهضروا عليها، حب الذات راه كاين ماشي ما كاينش. انا كدست واحد البرنامج قلت يمكن ما كنبغيش راسي، ياك سي با كيستيون انك يمكن ما كتبغيش راسك، هي يعني كتجي في الهضره. بزاف ديال الناس اللي راسلوني وقالوا لي كيفاش هاد القضيه، لا كنقول فاش كتعطي للناس بزاف الوقت فانت كتخلي من راسك. الوقيته اللي كتنسى راسك وكتعطي بزاف من الجهد ديالك فيمكن ما راك نسيتي راسك، أكيد. يمكن راك ما بقيتي فرطتي فيها وهذا كيدل انك بحال ما بقيتيش كتبغيها. لا هذا خطا، بالعكس انا قلت هكذا باش الناس يبغيو راسهم، باش يعني نفكرهم انهم الاول حاجه هما راسهم، وحتى المود، المود كيلعب، المود كيلعب انك بعض المرات يعني في الظروف اللي كتكون دايز بها كيفاش انت كتعامل مع راسك، شنو المشاكل اللي عندك. لا دائما بغي راسك. اذا راسك انت هو الاول وبعدها اعطي الاخرين وكون كن كن معطاء، ولكن معطاء بتوازن، بتوازن الاول ديالك ومن بعد هذا. انا الخطا اللي كنت كندير كنت كنقدر نصافي نمشي نساق كتسبقي الاخرين على كنساق كنساق، ولكن سا مارش با. لا صافي صفحه وطوات، حبستي هاد لا صافي كما كنقولوا قطعتي مع الماضي. قطعت مع الماضي ما كيعنيش انني نظلم الناس اللي لقاهم بحالي، الا لقيت بحالي بالعكس نعطي وكثر، نعطي من مجهودي ونعطي. خصك تعرف انتقاء ديال الناس اللي يكونوا معك، واش يستاهلوا واش ما يستاهلوش. عندك ازمه ثقه بصراحه؟ بصراحة لا، أنا كنت أنا مازال هذه باقا عندي، مازال عندي مازال عندي ثقة، عندي ثقة ولكن ما نعاودش نعطيك هذاك الشيء بزاف، فهمتي؟ نثق فيك حتى نشوف العكس، ما نبغيش ندخل بنية خيبة مع الناس نقول لا هما خايبين حتى يثبت العكس. كتجيني هذه صعيبة شوية، حتى أنا غادي نعيش مزيرة مع راسي. لا غاتعيش مزير مع راسك غدير راسك، نعطيك الثقة ولكن في نفس الوقت رد البال با 100%، ما نعطيهاش لك 100% ولكن رد البال وما نعطيش بزاف باش ما ندمش. فعلا.